إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعبر عن فاطمة بأم أبيها، وأما سبب ذلك فيظهر من بيان أم ومورد استعماله، إن العرب يسمون كل جامع أمرا أو متقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه أما، فيقولون للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، وتسمى راية ولواء الجيش التي يجتمعون تحتها أما. وفي القرآن الكريم أطلق أم الكتاب على اللوح المحفوظ، وإنه في أم الكتاب، وعلى الآيات المحكمة هن أم الكتاب. وعلى ذلك فمن هذا التعبير الصادر عن أبيها وهو خاتم الأنبياء والمرسلين الذي يمثل رسالة السماء إلى الإنسانية جمعاء ولا ينطق عن الهوى، يتجمع لنا بحر بل محيط واسع من الفضائل، ويتضح لنا عالم كبير من المكارم، وتكشف أمامنا دنيا القيم والمآثر التي زينت الرسالة النبوية وأرست قواعدها وبينت الإمامة وثبتت الولاية.